نظرا لظروف الشحة المائية التي يعاني منها البلد خلال السنوات الثلاث الماضية والظروف التي تتعرض لها قضاء الإصلاح في محافظتنا إلى الشحة المائية لفترتين في بداية الموسم الزراعي الشتوي وخلال رية الفطام من الموسم الزراعي الشتوي من كل عام، شرعت وزارتنا بإنشاء قناة جنابية لشط أبو لحية لغرض إيصال التصاريف القليلة التي ترد من مؤخر ناظم البدعة بسبب ظروف الشحة المائية. والهدف من هذه القناة هو السيطرة على التجاوزات التي يتعرض لها امتداد مؤخر ناظم البدعة البالغ طوله بحدود 74 كيلومتر من ناظم البدعة إلى مركز قضاء الإصلاح، وكذلك كثرة التفرعات والشوايخ والمسطحات المائية التي تتخلل هذا المسار كونه مجرى طبيعي ومهرب فيضاني لنهر الغراف. شرعت وزارتنا بتنفيذ هذه القناة بطول 28 كيلومتر و500 متر بتصريف تصميمي 7 متر مكعب بالثانية عند صدرها، يصل هذا التصريف إلى قضاء الإصلاح بحدود 3 متر مكعب بالثانية. يرافق إنشاء هذه القناة فتح طرق مراقبة على جانبي هذه القناة، ونسب الإنجاز الحالية لتنفيذ هذه القناة بحدود 30% من طول القناة. الآليات التي تعمل في هذه القناة موزعة بين كوادر تشكيلات الوزارة. المرحلة الأولى من أعمال الحفر تبلغ المسافة لها بحدود 15 كيلومتر طول، وابتداء من المحطة 13+500 وانتهاء بالمحطة 28+500. نسبة الإنجاز الحالية تقدر ب 70%، ومسافة حفر تقدر بحدود 10 كيلومتر و500 متر في الوقت الحاضر، وإن شاء الله الأعمال مستمرة لإكمال ما تبقى من المرحلة الأولى والبالغة 15 كيلومتر طول. تقوم تشكيلات الوزارة ضمن أعمال وزارة الموارد المائية ومتابعة الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة والمتمثلة بمديرية الموارد المائية في ذي قار بإنشاء قناة جنابية نهر أبو لحية بموازية نهر أبو لحية بمسافة 30 كيلومتر من قضاء الإصلاح باتجاه قناة الجبشية، وبمرحلتين، المرحلة الأولى 15 كيلومتر والمرحلة الثانية 15 كيلومتر. تقسم العمل على شكل قواطع بين تشكيلات الوزارة اللي هي دائرة صيانة مشاريع ذي قار ودائرة كري الأنهر وشركة الرافدين العامة وشركة الفاو.